تعالوا بقى نروح بعد الكلمتين دول اللي هيجيبوا لنا مشاكل كتير، تعالوا نروح للأراضي المقدسة، الحج. موسم الحج بالنسبة لملايين المسلمين في كل أنحاء العالم. في موسم الحج السنة دي كان في مشهدين لفتوا انتباه الناس كلها. المشهد الأول كان وصول مجموعة من الدراجين البريطانيين لأداء فريضة الحج، جايين على عجل بشكل كان مبهج جدا، واستقبالهم كان مبهج جدا. المشهد الثاني، وخلينا نقول ثلاث مشاهد يعني، المشهد الثاني كان الحجاج اللي جايين من اندونيسيا، ازاي منظمين بالشكل ده؟ ازاي داخلين حافظين نفس الاناشيد؟ ازاي بيصلوا على النبي بنفس الطريقه بشكل مبهج جدا. المشهد الثالث الحقيقه كان من نصيب مصر. كان مشهد وصول عائلات واسر مشهداء ومصابي العمليات الارهابيه من رجال الجيش والشرطه. تعالوا نشوفه وارجع اكلمكم عن المشهد ده في دقيقتين بسرعه كده. غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتي تضم العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية. غادروا وسط هذه المشاعر الإيمانية الصادقة التي تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله، وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن. قامت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة الحج، بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج، بالتنسيق مع السلطات السعودية وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة على استفسارات أعضاء البعثة أثناء تأدية المناسك من خلال نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف. كما غادرت أيضا المجموعة الأولى من بعثة الحج والتي تضم 1000 حاج من أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ضمن 3 مجموعات من المخطط سفرهم، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافتهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، تقديرا منه لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعا عن وطنهم. وحرص السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية على توجيه الحجاج بمطار القاهرة الدولي، مؤكدا حرص المملكة العربية السعودية على تسهيل كافة إجراءات الوصول والمناسك لأسر الشهداء والمصابين حتى العودة إلى أرض الوطن، متمنيا لهم القبول من الله عز وجل. ووسط مشاعر الفرحة التي عمت جنبات مطار القاهرة الدولي، قدم ضيوف الرحمن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية وللقوات المسلحة ووزارة الداخلية التي تكفلهم بكل رعاية واهتمام، والتي تحرص دوما على الوفاء بأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات بعد فقدان ذويهم أو ممن تعرض للإصابة، مؤكدين أن أرواحهم ودماءهم ستبقى جيلا بعد جيل فداء لمصر. كلنا رايحين ندعو للقوات المسلحة بدحر الإرهاب، وإن شاء الله نصر القوات المسلحة. يا رب يصلح مصر، يا رب يصلح ويهدي كل المصريين ويهدي كل الناس، ويا رب يألف في قلوبنا جميعا يا رب، ونبقى يد واحدة جميعا على رئيسنا، ونبقى يد واحدة فعلا يا رب. لا، تنظيم جميل بصراحة، حاجة منظمة جدا، وربنا يخلي الجيش يعني بصراحة على يعني النعمة اللي احنا فيها. هدعي مصر والجيش مصر ان ربنا يسلمها ويحفظها من كل شر، ويمررنا يا رب من الفترة اللي احنا العصيبة اللي احنا فيها ديت بسلام ان شاء الله، ونبقى احسن بلاد الدنيا بإذن الله. انا الشعور والله لا يوصف، هي منحة من عند ربنا سبحانه وتعالى. نشكر جلالة الملك طبعا خادم الحرمين الشريفين، وانا سعادتي لا توصف والله، مش عارف اعبر عنها بكلمات، يعني يعجز لساني عن التعبير بكلمات توفي الحق اللي انا فيه وتوفي الحفاوة اللي انا اقبل بيها. ولو واحد عرف كده يصاب مرة ومرة ومرة ومرة. الحمد لله. لو واحد عرف كده يصاب مرة واثنين وثلاثة واربعة. ربنا يطبطب على قلوبكم بالرحلة دي، ربنا يطبطب على قلوب المصابين في العمليات العسكرية المصرية في مواجهة الإرهاب، وربنا يطبطب على أهالي وأسر الشهداء لأن هم قدموا أكتر بكتير جدا
حتى من هذه الرحلة، وكل أملنا وكلنا يقين أن ربنا سبحانه وتعالى أكيد دعوات الناس دي هتبقى فيها بركة من نوع تاني خالص. الحقيقة زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا كان فيه اهتمام خاص من السلطات السعودية والبعثة المصرية بأسر الشهداء والمصابين، اهتمام واستقبال يليق جدا ببطولات أبنائهم وببطولات الأبطال المصابين. المشهد كله بيؤكد حاجة غاية في الأهمية، إن الرجال عندنا في الجيش محدش فيهم بينسى شهداء ولا رجالته سواء في الجيش أو الشرطة، وإن تكريم أهالي الشهداء والمصابين محاولة، ركز معايا، محاولة لرد جميل لو فضلنا طول عمرنا نرد فيه مش هنكفي الشهداء والأبطال من المصابين حقهم، مش هنكفي حقهم، لأن ده جميل فوق الراس. الناس دي أصيبت والأسر دي خسرت أبنائها شهداء عشان كانوا بيدافعوا عن أرض البلد دي.